لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيد معالي الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس المؤتمر، السيد معالي الدكتور أيمن عبد الحميد مقرر المؤتمر، السادة رؤساء الجامعات الواكنة المحترمين، السادة الحضور كلكم بمقاماتكم السامية والرفيعة، سهاد بلل المواويل. حقيقة كلنا نسمع كلمات هذه الأغنية الجميلة في الوسائط الإعلامية المرئية والمسموعة، ولكن يقال أن أول موال في الوجود قامت به الملكة الفرعونية إيزيس عندما مات أخوها الملك ودفن بقرية العقامة. أما الموال حقيقة الذي تعزفه جامعة سوهاج حاليا من خلال هذا المؤتمر العظيم يعتبر حقيقة امتداد لعلاقة وحضارة شعبنا. كون جامعة سوهاج تنظم مثل هذا المؤتمر فهذا يؤكد أن جامعة سوهاج تنظر خارج الصندوق أولا، وأهم من هذا أن جامعة سوهاج تدعم وتعطف اللحظة العربية. أعذروني عندما أتحدث الآن، فأنا لست سودانيا أو مصريا أو سعوديا أو عراقيا، أو أنا أعرف أني عربي، أني عربي. بأعلى صوت إنه من هذه اللحظة أنا معالي الدكتور أحمد عبد العزيز أعتبر نفسي خادما لهذا المؤتمر، بل أذهب أبعد من ذلك وأعلن أن كل الإمكانات كلية من الكاسة التقنية هي من الآن لجامعة سوهاج، وبقول ايضا للدكتور ايمن يعتبرني انا من طهطه او